احنا في حلقة راس السنة وهبتدي بمصطفى حجاج، فهنكون بنبتدي سنة جديدة ان شاء الله. ايه الاغنية كده دي اللي تخلينا نتفائل بالسنة الجديدة؟ ايه ده استاذ، انا استاذ مين حترفع صباع؟ استنى بص بص يا مصطفى. اه نبدأ خطوة وبعد هنقولها بعدين. اه يا حنان. لا لا استاذ. اه يا حنان يا هي ايه اصلا؟ مين حنان؟ حنان دي في ايه قبل كده باسم حنان؟ حد بيقول اه يا حنان، اه يا حنان، اه يا حنان حبيتك ومش عارف شعر كده شعر. اه يا حنان، اه يا حنان خدي هنا. انا عمال اقول يا رب مين حنان دي؟ اللي بتاع النعناع. اللي رأي سبب بتاع النعناع. يا سلام خطوة سلام عالية جدا بتاع النعناع دي تحفة. طيب شوف هنبتدي السنة بإيه يا مصطفى. ليلي ليلي يا ليلى ليلى ليل يا ليلي يا ليل ليلي يا ليلي يا ليل ليلي يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليل. وخطوة يا صاحب الخطوة خطوة امشي لي لو خطوة انت على القلب ليك سطوة خطوة يا صاحب الخطوة خطوة امشي لي لو خطوة انت يلا غمزة من عينك الغمزة غمزة